طيب، محاضرتنا الجزء الثاني من المحاضرة تتناول الفورس سيستم والعزوم، أو ماذا يقصد بالعزم. هذا الأوبجكتيفز اللي هو الكونسبت أوف مومنتس لازم نعرفه، لازم نفهمه in two and three dimensions عندما يكون عندي مسألة باتجاهين أو ثلاث أبعاد. لازم نعرف المومنتس أوف كابل، كيف اذا عندي كابل احوله الى مومنت، واذا عندي مومنت كيف احوله الى كابل. هاي الشغله لازم ايضا نتعلم اليوم. وبعدين نتعلم ايش ديترماين ذا ريزلتنس اوف نون كونستنت فورس سيستم. ايش نقصد بالنون كورنت فورس سيستم؟ اللي هي القوة الغير كمية، لازم نحولها إلى قوة كمية بعزم معين وبزاوية، أو نحولها إلى كابل، أو نرجع من كابل نحولها إلى قوة. أوكي، وبعدين نحاول إيش نعمل reduce a simple distributed load to a resultant force having a specified location. القوة أيضا الموزعة أو الحمل الموزع اللي uniform distributed load نحول إلى قوة قوة واحدة سهلة في التعامل معها، concentrated قوة واحدة مركزة. يكون عندي حمل مركز يكون صعب التعامل معانا، فلازم أنا إيش أعمل؟ أحول إلى قوة واحدة معلومة المكان ومعلومة الكمية، حتى إيش؟ حتى من سهولة المكان أتعامل معانا بشكل صحيح. نجي أول شيء نأخذ المومنت أوف فورس، كيف نحول المومنت فورس؟ المومنت كيف تتولد؟ شوف، لو كان عندي مثلا خلينا نقول برغي أو بولتس، هذا البولت مشدود، فحتى أفك هذا البرغي لازم أسلط عليه قوة، ولكن بالحقيقة أنا ما عاد أسلط عليه قوة، عاد أسلط عليه عزم دوراني. شوف مثل ما موجود قدامك مثلا، هذا البرغي حتى ينفك لازم أسلط قوة. القوة لازم بيها شرطين. القوة الشرط الأول لازم بيها مسافة، كل ما كانت المسافة كبيرة كل ما كانت كمية القوة المستهلكة أو المستخدمة قليلة، وكلما كانت المسافة قليلة كلما كانت القوة اللي أحتاجها أكبر. أشوف هسه مثلا هذا المفك على استخدمه، إذا أمسكه من المنتصف يكون علي صعب حتى إيش حتى افك هذا البرغي، بينما لو مسكته بنهايه الذراع راح يكون سهل. ليش؟ لانه دي هذه المسافه راح تكون كبيره. كذلك اتجاه القوه اللي انا مسلط عليها، لو اعمل له سحب مثل ما هذا الموجود علينا ومثل ما تشوفون هذا السي سحب، هذا مستحيل ما راح يتداول. ليش؟ لانه القوه في المسافه الموازيه لها، فانا ما تفيدني هذه، لازم اخذ قوه في المسافه العموديه لها. فشوف اذا كانت بزاويه مثل ما تشوفون هون بزاويه راح أحتاج قوة أكبر. أحسن زاوية أحتاج يعني توفر لي عزم أكبر شيء على البولت هو عندما تكون هاي القوة اللي على السلطة عمودية على المسافة. فإذا العزم هو القوة في المسافة العمودية، يعني الزاوية بين هاي المسافة بين هاي الفورس وهذا الدي لازم أشغل تكون 90 درجة. تشوفون هاي الزاوية 90 كنا شرحتها هون، زاوية قائمة. فإذا من أنت توجد العزم لازم تضرب القوة في المسافة العمودية عليها. طيب لو عندي قوة مائلة تعمل عزم، لو ما تعمل عزم تعمل عزم نعم، بس تكون أقل من هذه. فليش؟ لأن هذا راح تتحلل إلى مركبات، هاي الثيتا راح تتحلل، راح تجي مركبة هذه المحور. ايش بدي أرسم لك؟ راح تتحلل لي هوني الى هاي القوه لمركبتها. ايش راح تكون عندي؟ اف ساين. ليش ساين؟ لان الزاويه بعيده. اف ساين ثيتا في دي هاي القوه. القوه الثانيه ايش راح تكون؟ الحل اللي هون راح تكون الشكل الموازي لهذا. ايش قدرت راح تكون؟ اف كوساين ثيتا. هذه تمر. ليش؟ لانه تكون موازيه مثل هذه. شوف هسه على هذا البرغي اكو مومنت، ماكو مومنت. ليش؟ لانه هذا الفورس في نفس الاتجاه المسافه. فاذا هذه ما تفيدني، انا احتاج
القوة في المسافة العمودية مثل هذه. فأنا بس عندي المومنت من أجي أحسب المومنت بس هذه راح تكون عندي، راح تكون عندي F cosine theta هذا العمود على هذا، هذا هي هذا القوة أو هذه المركبة في هذه المسافة، هتتعمل لها إيش؟ هذا العزم الدوراني الاتجاه. واضح؟ أحد ما افتهم هاي المسألة شو هتصير؟ إذا أحد ما افتهمها خلي يسألني عليها. فإذا أول شيء لازم هي تخضع لقاعدة اليد اليمنى حتى تعرف الاتجاه المومنت أيضا. إذا تشوفوا هسه علينا هذه القوة في المسافة العمودية حتى تولد دوران على هذه النقطة تيتا، هذه يسمونه مومنت ام نوت عزم، حتى العزم يكون هذا، فأضرب الاف في دي، فلازم شلون يكون الزاوية؟ تكون الزاوية قائمة عمودية عليه. اوكي؟ راح يتولد على ايش؟ على هذه النقطة او عزم دوراني راح يدور حول نفسه. رايت هاند. طيب لو كان عندي عدة قوة، كل قوة في المسافة العمودية، بس راح تشوفون بالأمثلة اللي راح نحلها، دائما المسافة نحطها بالبراكت من هذا الكبير، لأنه المسافة عندي أهم من القوة. تذكرون أنا حكيت لكم أيضا بالكورس الأول إنه لو كان عندي برغي مال سيارة أو أي برغي في أي مكان، وهذا البرغي صعب ما قاين حل، لازم إيش أعمل لي؟ لازم أجيب لي إيش؟ يعني أشخاص لو وصلت علينا قوة ما يفيد معنا، لازم إيش أجيب؟ أجيب بوري أحطه بداخل الإسبانة وأطول الذراع. من أطول الذراع العزم إيش راح يصير منه؟ العزم راح يزيد. فعندي المسافة كلش مهمة، إذا زيدت المسافة العزم راح يزيد. طيب لو عندنا عدة قوة مثل ما هذه المنظومة الموجودة عندي، راح تكون عندي كل قوة باتجاه، شوف هذا F1 في D1 راح تعطينا عزم بهالاتجاه، شوف شو قاعد يداور هذا بهالاتجاه، بينما شوف الثاني شو قاعد يداور، يعني هذا بهالاتجاه قاعد يداور. حول O، أنا واقف في O وهذا خلي إصبعتي على F1 باتجاه F1 على فوق، شوف هذا راح يداور هالشكل. منو معنا راح يداور؟ F3 أيضا من نفس الاتجاه. فأجي أقول F1 D1 زائد، إذا أريد أحسب مجموع العزوم، زائد F3 في D3 نفس الاتجاه ناقص هاي القوة، هذا العزم من هاي القوة F2 ناقص F2 في D2 حتى أطلع المحاصرة في العزوم على النقطة O. واضح؟ يعني يعني بما معناه انه شوف ال F1 وال F3 ايش يعمل على النقطة O؟ هيدوروا من نفس الاتجاه، يعني اذا عندي برغي وانا اذا احله راح ينحل اسهل، بس اذا دخلتوا معانا القوة F2 ايش راح يصير عندي؟ راح يضبط لي الحركة، ما راح يخلي ليش على بالك واحد يسحب بعكس الاتجاه اللي انت ما تحلون وذاك يشد. واضح؟ نجي ناخذ هاي الامثلة الموجودة قدامك. نجي هسه اول شيء ناخذ العزم حول نقطة O لهذه المثال. المثال الاول اي اشغل عندي هسه عندي قوة 100 كيلو نيوتن حول نقطة O، راح يعمل لي عزم، شوف ايش راح يصير عزم الدوران، شوف ايش. فاذا كلوك وايز باتجاه عقرب الساعة ايش قداتي قيمتها؟ القوة هذه في المسافة العمودية، شوف المسافة هون ايش قداتي؟ 90 درجة. فاذا ما عندي مشكلة بها هاي اخذها، راح يصير عندي 100 في 2 ايش خلي يصير عندي 200 وحدتها ايش تصير؟ نيوتن متر، يعني راح يصير هذا المومنت حول او بشكل ام او حول او راح يساوي لي 100 في 2 والوحده مالتهم راح تصير عندي 200 نيوتن، هذه وحده النيوتن مال هذه ومتر نقطة متر. إذا طلعت 200 بلا واحدة تنقص، لازم عندك الوحدة الصحيحة. شوف الثانية بي أشهر عندي، عندي 50، 50 إذا ضربناها في 2 لو نضربها في 0.75 وبوينت 75. ليش في 75؟ لأن المسافة عمودية، لأن عمودية عليها يطلع لنا 37.5. يطلع لك 37.5 ووحدتها شنو؟ كيلو نيوتن او نيوتن متر. متر نيوتن يكون متر نيوتن. شوف هذا الثانيه او ايش قداتي قيمته راح تكون عندي؟ 7. شوف هذه الواحد ما اللي دخل، شوف هذا ايش راح يداور؟ يداور ايش؟ راح احتاج اعرف المسافه من اي هون الى اي هون، اي هذه هي دي، فقيمه ما اللي دخل بها انا، ما اللي دخل بها
احتاج اعرف ايه هاي الدي هاي المسافه ليش يعني قوه 7 ما لها دخل بواحد انا اريد احول او راح تطلع لي 7 في 3 واضح 7 في 3 شوف الثانيه اذا اريد العزم حول او هاي المساله اشرح عندي هاي المسافه 2 انا هاي المسافه ما تفيدني انا احتاج المسافه العموديه شوف هاي كانما اي هون على سير القوه احتاج اعرف اي هاي الزاويه 90 هاي. وهاي الزاويه 30 وهاي الزاويه 2 او هذا طول 2 هاي المجاوره ايش راح يكون عندي على الكوساين راح يكون عندي 2 كوساين 30 متر هاي المسافه من هنا معناته ال 40 راح لازم ينضرب في اي هاي المسافه كلها من هون الى اي هون يعني انت دائما تحط المكان اللي مطلوب منه او الى يا مكان يريد فلازم تبدي من هون وتنتهي بنهايه السهم اوكي وتخلي مسافه عموديه حتى تكون حتى تفهم المساله حط مسافه عموديه 90 درجه يعني حط نهايه السهم مع او تشوف ترسم من نهايه السهم خط وترسم او تحسب المسافه العموديه تقول هاي المسافه العموديه اشقد لا بلا شخبطه بلا رسم ما ينحل اوكي لازم تشخبط في نفس الكلام هذا ايضا ارسم خط موازي لهذا السهم وارسم خط موازي بهالاتجاه اجي اشوف وين ينقطع بهذا هذا حيقطع هون اشوف هاي المسافه ايش قد لازم احسبها 60 في هاي المسافه العموديه اللي هي اذا كان هذا الوتر واحد هاي المسافه العموديه ايش راح تكون؟ هاي من الساين تصير 1 ساين زاويه 45 فهذه ال 60 راح تنضرب في هذه فقط طيب هذه لو كانت بالعكس لو كانت بهذا الاتجاه هذه 60 كانت بهذا الاتجاه هاي ما موجوده كيف راح نحلها؟ راح تكون عندي 30 ناقصا هاي المسافه اللي هي من هنا الى هنا اللي هي كم؟ راح تكون عندي 30 من هنا الى هنا كم؟ راح يكون عندي 1 كوساين 45 ايش راح يساوي لنا؟ راح يساوي لنا 60 في 3 ناقصا 1 كوساين 45 فاذا اتجاه القوه موجود لا ولازم نعرف الاتجاه الصحيح اللي اتجاه لنا طبعا وايضا لا فاتني اخليك انه هذا كله كلوك وايز هذا ايش راح يكون؟ كاونتر كلوك وايز عكس عقرب الساعه بينما لو 60 حولناها هالشكل راح تكون ايش كلوك وايز اعطي حلول كل وحده منا بشكل بسيط ناخذ هذا المثال المطلوب determine the moment of the force about point O اوجد العزم هاي النقطة هاي الفورس على هذا البار اللي هو طول 3 متر موضوع بزاوية 45 درجة مع الأفق اوجد مقدار العزم لهذه القوة F مع حول النقطة O ايش قد راح يولد لنا حول النقطة O عزم الحل السهل ايش تعمله لازم أول شيء لازم أحلله إلى مركباته الأفقية بزاوية 45 يساوي شنو أدى الحلول أقول لهذه المسألة أول شيء الحل الأول أنه ممكن أنا أحلل إلى هالمركبات هذا إيش راح تساوي لنا؟ 5 وهاي بما أنه قريبة إيش راح تصير؟ كوساين 45 وهذا إيش راح تساوي لنا؟ وهذا راح تصير عندي 5 ساين 45 ظل عندي ايش؟ هاي الخمسه كوساين 45 لازم تنضرب بهاي المسافه ليش؟ لانه قلنا لازم ايش نعمل الاوسع؟ لازم ارسم ايش؟ وارسم من هون محاور احتاج اعرف هاي المسافه ليش؟ لانه هاي القوه هاي القوة تنضرب يا مسافة تنضرب إيه هاي المسافة هاي القوة تنضرب إيه هاي المسافة دي واي صح فأحتاج أعرف الدي واي إيش قداتي وأيضا هاي خمسة ساين 45 راح تنضرب إيش تنضرب المسافة العمودية المسافة العمودية كم
هاي المسافة دي اكس. فظل عندي دي واي ودي اكس لازم اطلعه. هسه هذول حللتهم 5 كوساين 45 اوكي اطلع رقم، و5 ساين 45 طلعت رقم. ظل عندي هذا الدي واي ودي اكس. الوتر معلوم اللي هو 3 متر، الزاوية 35 موجودة، يعني معناته هذا ما اقدر اطلعه. هذا شو راح يطلع عندي؟ هذا المجاور راح يكون عندي 3 كوساين متر 30 صح؟ هذا شو يعطينا؟ المعقل يحسب. راح اقول انه فعلا هو بس انفتح الكاميرا دكتور 2.5 2.5 هذا وهذا يشغل. هذا ايش راح تكون 3 ساين 30 اللي هو ايش قد 1.5 فشوف ايش راح يساوي لنا. راح يساوي لنا العزم عباره عن هاي القوه. شوف ايش عم داور هاي القوه داور بهالاتجاه او الاو. اذا انا واقف في او هذا شو راح يفرني؟ يفرني بهالاتجاه. الثانيه كيف تفرني؟ بنفس الاتجاه قد تفرني. فاثنيناتهم موجب ينجمعون جمع جبل. فاول شيء راح يكون عندي 5 كوساين 45 زائد في 1.5 زائدا 5 ساين 45 في هاي المسافة اللي هي 2.5. ايش يطلع عندي العزم؟ هذا هو العزم. هاي الطريقة الأولى. دكتور بس المسافات شلون طلعت؟ ماي 2.5 و1.5؟ ايه شوف هذه عند إيه هذا الطول من هوني إلى إيه هوني. ايش قد داتو هذا؟ حتشوفوا هذا رسمته نفسه. ايش قد هذا؟ هذا 3 متر. اوكي الزاوية عندك هون ايش قد؟ 30. من عندك الزاوية 30 وهذا 3 تقدر تطلع المسقط مالته الأفقي والمسقط الشاقولي؟ اللي سأل وين؟ يا دكتور جاوبني هسه ما سألتوك أنا. إذا الوتر معلوم الزاوية معلومة، أطيق أطلع المسقط الأفقي والمسقط الشاقولي؟ إيه. إيه 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 ولا إيه لا؟ والله دكتور ما أعرف. يعني إذا عندك الوتر معلوم والزاوية 30، المسقط الأفقي يطلع؟ إيه. المسقط الشاقولي أطيق أطلعه ولا لا؟ والله ما أعرف. دكتور على الورقة خطوة خطوة وراهم خربطة. لما تشرح الحاسب هيك شوي يقطع. هذه هسه واضحة يمكن يا شباب؟ الكاميرا واضحة هسه؟ الرسم اللي رسمته واضح؟ ايه واضح دكتور واضح. ايه واضح هذا المحور اكو شيء اسمه بالرياضيات كنا اخذناه اسمه كوساين ثيتا. الكوساين ثيتا يساوي لنا هذا إذا كان y وهذا إذا كان x.
راح يساوي لنا x على 3. ليش x على 3؟ لان الوتر هو 3 والزاويه هي زاويه. فنجي اذا اريد اطلع قيمه x راح يساوي لنا 3 كوساين 30. ليش؟ لان ثيتا يساوي لنا ترى الصوره بس واجه مع الحاسب عيبين. شباب البقية كلكم تشوفون بس الواجهة مع الحاسب مثل ما يقول؟ لا دكتور لا لا واضح. اوكي اذا ظهر عندك مشكلة تقنية ما بس مشكلة لي حول على انا عاد اعرض شغلتين هسه عندي PowerPoint عاد اعرض عندي لا تقشع دكتور صدامك وعنده شغلتين Presentation وعنده كاميرا اختار الكاميرا اكو مشكلة؟ فات الشاب اللي عنده مشكلة؟ هتشوف الورقة هسه؟ راح يخلص المحاضرة وما ما فهمنا، شفت الورقة بقى لو ما شفت الورقة؟ العفو دكتور هو اكو خانتين يعني للطلاب احب اقول لهم انه اكو خانتين واحده عارض بيها بالباوربوينت واحده عارض والله انا عم اقول هذا نفس الكلام اللي انت عم تقوله بس ما عاد اعرف اخش يعني اكو خانتين للدكتور صدام واحده يعرض بيها شغله والشغله الاخرى يعرض بيها شغله ثانيه يعني اوكي خليني اوقف البرزنتيشن هون مع الاسماء مع الاسماء اكو اسمين دكتور صدام كل واحده بيها عرض شكل خليني اوقف العرض حتى يلا من تلقون الكاميرا صيحون لي اشرب ماي نعم بما انه الزاوية 30 والوتر معلوم هو 3 ممكن نستخدم قانون الكوساين اللي يساوي لنا اذا اريد نطلع المسقط الافقي هذا من هون الى اي هون يسمونه المسقط الافقي المسقط الافقي قيمته اكس كيف نطلع قيمه اكس قانون الكوساين يقول مجاور على الوتر مجاور هو اكس مجهول الوتر هو 3 مثل معلوم الزاويه معلومه 30 x ايش راح يساوي؟ راح يساوي 3 كوساين 30. بل عندي الواي المسقط الشاقولي. ايضا نطلع من قانون الساين. راح يساوي لنا واي على الوتر. هذا الوتر منهم الى ايهم؟ 30. من هون الواي ايش راح يساوي؟ 3 ساين 30. اوكي هذا راح يساوي لنا 3 ساين ثيتا وهذا راح يساوي لنا 3 كوساين ثيتا من ما يعرف هاي السؤال اوكي هاي تعرفوها المسألة كانت هذا البار في نقطة O موضوع الزاوية 30 درجة طول هذا البار 3 متر علينا قوة هاي القوة مقدارها خمسة كيلو نيوتن بزاوية 45 درجة مع اوكي واضحة المسألة شلون؟ يعني هاي الزاوية ما عمودية عليها، لو كانت عمودية كانت المسألة سهلة،
لو كانت عمودية 5 في 3 ينتهي المسألة. فنجي نحلل إلى هذه إلى هاي المركبة مالتها. هذه إيش قدرت راح تكون عندي؟ 5 كوساين 45 درجة. وهذه إيش راح تكون عندي؟ عندي 5 ساين 45 درجة. ليش ساين؟ لأنه الزاوية بعيدة، هاي الزاوية قريبة. لما اللي دخل شون أحتاج أعرف هاي المسافة، لأنه لازم مسافة عمودية حتى أضرب إيه هذا القوة هاي المسافة العمودية X. هذا الـ X أش قد أعطيه من هون إذا الزاوية معلومة 3 كوساين ثيتا، 3 كوساين ثيتا، ثيتا أش قد أعطيه؟ 2.5 راح أجي أكتب 3 كوساين 30 راح يصير 2.56 وهذه ضلت عندي هذه ايش خلاتها راح تكون عندي ايضا من هون جبنا الواي اللي هو 3 ساين ثيتا يساوي لنا 1.5 متر. فطلع عندي العزم ايش راح يساوي لي؟ لازم هذا احسبه كقوة، فاجي اقول مومنت حول او هاي النقطة يساوي لي هاي القوة الأولى اللي هي 5 ساين 45 درجة مضروبة في المسافة، لازم أشون تكون بقوس كبير لأن المهم المسافة في مضروبة في هاي المسافة اللي هي أشغل ذاتي 2.6 متر زائد شوف هذا أشون عيد أورب عيد أورب هذا الاتجاه الثاني شوف هذا كيف راح يدور أيضا راح يدور هذا الاتجاه إذا اثنين معي يدورون في نفس الاتجاه، يدورون هاي النقطة O، يسلطون عليه عزم واحد في هالاتجاه والآخر في هالاتجاه، بس بالمحصلة اثنيناتهم نفس الاتجاه، فزائدا إيش 5 كوساين 45 درجة، طلعت عندي هاي المسافة العمودية عليها إيش قدرت هاي المسافة العمودية؟ في هاي المسافة اللي هي إيش قدرت 1.5 مش خلي سامي نمشي خمسة بوينت ثلاثة يعني أخاف هذا سنسى خمسة في ساين خمسة ساين خمسة وربعين في نص دكتور 14.4 أو 14.5 وحدته ايش راح يكون كيلو نيوتن لكل متر نشوف اتجاهه كيف راح يكون ايش راح اقول عليه بلوك وايز بلوك او يكفي بس اخلي السهم مال الشيء اوكي اللي ما يعرف يستخدم الحاسبه لازم يكتب 5 وبعدين يكتب كوساين يكتب 45 وبعدين يضربه في 2.6 وبعدين يخلي زائد يخلي 5 كوساين 45 يضربه في 1.5 يساوي يكتب يساوي هاي الطريقة الأولى اللي هو التحليل على المحاور الأكيادية اللي هو الـ X والـ Y. أكو طريقة ثانية نحل هاي المسألة بها أيضا هاي الطريقة الثانية انه انا احلل على هاي المحور على هاي 30 احلل عليها فاجي اقول هاي 30 هون اذا رسمت هالشكل خط من هون هاي الزاوية ايش راح تبقى لي هاي 30 هون ايش راح تصير 30 هاي موافقين عليها ولا لا
أتوقع راح تصير إن هذه الزاوية نفس الشيء دكتور صح؟ بالضبط. إيش قد صارت هاي الزاوية؟ راح تصير الزاوية 75 درجة. 75 لأن هي مقابلها 75. طيب زين أجي هنا هذه أحلل إلى هاي المعادلة. هذا الشيء راح تكون عندي 5 كوساين إيش قد 75. هذا التحليل من هاي. والنخش قد عمودية عليها هاي الزاوية جد بقت هنا 25 فالنخ أجد يصير عندي 5 ساين 75 أور 5 هاي الزاوية جد بقت هاي 25 مو لا 15 مو 15 أور 5 هو ساين 15 لين نفس الشيء حول O هذا المحور ايش بيه هذا الزاويه العموديه ايش قد عليها صفر هذه تمر اذا هذه تهمه يبقى عندي بس اي هذا لان هاي الزاويه ايش قد عندي 90 درجه فراح تبقى عندي بس هذه المومنت راح يساوي لنا 5 ساين 75 درجه في هاي المسافه العموديه اللي هي 3 ويساوي لنا 14 ونص نيوتن لابلاس اور تقول المهم يساوي لنا 5 كوساين 15 درجه في 3 يعني يساوي لنا 14 ونص كيلو نيوتن اتجاه لابلاس هذه ما اسهل من هاي هذه اسهل مو صحيح جربوها هاي شوفوا طلع لكم 5 ساين 75 في 3 ايش قد يعطينا دكتور اكو طريقة النوب 3 ساين 75 في 5 تطلع لنا هم 14.5 لا هسه راح نشيلها هسه راح ناخذ الطريقة واضحة هاي يا شباب؟ ايه ليش زاوية هذه افق اذا هذه اذا صعب عليكم ما قد تفهموها افق قانون المتمم يقول لك هذه هذا اسع ايش قد هذا عندي هاي الزاوية 5 والزاوية معها 45 مع هاي المحور 45 مع 45 زائد 30 30 من جبنا منها صار 75 فهذه يصير عندي 5 كوساين 75 ولا 5 ساين 75 بالرياضيات 5 ساين 75 يساوي لنا 5 كوساين 15 لانه قانون المتمم يقول لك 75 اذا طرحته من 90 ينطيك 15 هذا ال 15 يصير الزاويه القريبه هنا 15 فيصير تقول 5 في الكوساين القريب مالته الكوساين القريب مالته مو 75 صار 15 لان هذا 15 منه فممكن تقول 5 كوساين 15 او 5 ساين 75 اي ما هو تعرفه خلي واضح ظاهر اني غدا اخذت نفس المجال والزواج الطريقه الاخرى لايجاد العزم من هذا الظاهر طبعا عده طرق يعني حتى وهاي ثلاثة نحن نحتاج هذا المدو بهذا الشكل أمدو بهذا الشكل وبعدين أرسم من أو قطع عمود وأطلع هاي الزاوية أقول هاي الزاوية 90 درجة أقول هاي الزاوية هاي 5 ما ألعب بيها أخليها مثل ما هي راح أجيبها هنا راح تكون عندي هاي كلها اتمر هاي كلها
طلع عندي فقط اذا اوجد هاي المسافه دي خلصني من هاي المشكله، اضرب الخمسه في دي وتنتهي المساله. كيف اضرب الخمسه في دي؟ احتاج اطلعها هسه. لانه لو طلعت انا هاي الزاويه تنتهي كل مشاكل كل اموري تنتهي. اشوف هاي الزاويه كيف اطلعها. هاي 45، هاي ايش قد هاي؟ 30، هاي ايش قد؟ 30، ايش قد صارت هذه؟ 75 درجة، زين هاي 75، هاي ايش قد؟ 75 درجة، باعتبار هذا هالشكل وهذا هالشكل، يعني ايش؟ ايش يسمونه التقابل بالرأس أو التبادل؟ طلع عندي هسه هذه، هاي الزاوية قائمة، هاي المسافة X ما تهمني. عندي هذا الوتر معلوم 3، ظل عندي دي. إما زاوية، إما قانون استفاد منه، قانون الكوساين. قانون الكوساين شو يقول؟ لو عندي زاوية قائمة 90 درجة بالشكل هذا، وهذه المسافة دي مجهولة، وهذه الزاوية معلومة ثيتا، ممكن وهذا 3 متر الوتر منها يعني. راح شلون اطلع قيمة دي؟ اقول كوساين ثيتا او ساين ثيتا. ساين ثيتا، ساين ثيتا ايش راح اسوي؟ المقابل دي على الايش؟ على الوتر اللي هو 3. طبعا هاي الزاوية ايش قد راح تكون عندي؟ 15. او اقول كوساين 15 يساوي دي على 3. اثنين من الاثنين نفس الكلام. ايش قد راح يصير عندي قيمة ساين 75 في دي على 3؟ من هنا دي ايش قد راح تعطينا؟ دكتور 2.9 2.89 7 8. هسه بتجينا المومنت، شو راح يساوي لنا المومنت؟ المومنت راح يساوي لنا ببساطه هاي القوه 5 مثل ما هي، ما نضربها بس نضربها في هاي المسافه. راح يصير عندي 5 في المسافه اللي هي 2.8978، راح يساوي لنا 14.5 كيلو نيوتن كلوك وايز، صحيح؟ شوف اذا تعرف الزوايا المساله تكون سهله. طبعا ايضا محلول المساله محلوله عندنا كامله. اذا نحت راح ناخذ الكبل بالمحاضره الجايه، ما اريد اخذ العزوم، اريد بس تحلوا لي الشيت مال العزوم، الورك شيت عندكم هو، حلوا لي وطلعوا لي العزوم لعده مسائل. راح اكتب لكم ايضا هسه الجروب، كل جروب اكتب له ايجاد عزم لسيستم معين، يعني كل واحد راح يصير عنده 3 واجبات، راح يصير عنده قوه ايجاد ايجاد المحصله بالرسم، بعدين يعمل كروس تشيك يشيكوا بالمحاور اكس واي، وبعدين يحل السؤال الثاني بالمحاور اكس واي ويجي المحصله والعزم، ويحل السؤال الثالث يوجد العزم. اوكي يا شباب؟ اللي عنده سؤال خليه يسألني هسه قبل لا ننهي المحاضرة. خليه وقف التصوير.